بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده إن شاء الله هنحل الواجب الخامس على مسائل القراءات والمفاتيح والحالات. السؤال الأول بيقول لك إذا كانت قراءة الأميتر عند فتح المفتاح تساوي 2 أمبير وقراءته عند غلقه تساوي 2.8 من 10 أمبير، فإن قيمة الـ VB تساوي. طيب عند فتح المفتاح الدائرة بتاعتك عبارة عن 6 أوم على التوالي مع 6 أوم، وعند غلق المفتاح هتبقى 6 أوم على التوالي مع المقاومة المكافئة الاتنين دول اللي هي 2 أوم. القوة الدافعة والمقاومة الداخلية مش هيتغيروا، وبالتالي هجيب معادلتين من الحالتين دول احلهم مع بعض هقدر اجيب الـ VB والـ R small. وبالتالي في الحالة الأولى الـ R الخارجية، الـ R الخارجية بتساوي 6 زائد 6 بتساوي 12 والمفتاح ده مفتوح، والـ I1 بتساوي سماها R1 2 أمبير. طيب الـ R2 في حالة غلق المفتاح تبقى 6 على التوالي مع المقاومة المكافئة دول اللي هي 2 تك 8، والـ I2 بتساوي 2.8 من 10 أمبير. فأنا عندي في الحالتين نفس القوة الدفعة الـ VB بتساوي الـ I1 في الـ R1 زائد R small، أو بتساوي الـ I2 في الـ R2 زائد R small. لما أعوض في المعادلة دي هقدر اجيب الـ R small وبعد كده هقدر اجيب الـ VB. يبقى انا عندي الـ I1 اللي هو بـ 2، الـ R1 اللي هي بـ 12 زائد R small بيساوي الـ I2 اللي هي بـ 2.8 من 10، الـ R2 بـ 8 زائد R small. بعد كده ممكن اقسم هنا على الـ 2 هيديني 1، على الـ 2 1.4 من 10، هيتفضل هنا 12 زائد R small بتساوي 1.4 من 10 في 8 زائد 1.4 من 10 R. بعد كده هجيب الار هنا بالسالب 1.4 من 10 ناقص 1 هيديك 4 من 10 ار، واجيب ده هنا بالسالب 12 ناقص 1.4 من 10 في 8، وبالتالي ار سمول بتساوي المقدار ده على 4 من 10. هيطلع معانا 2 اوم. نيجي بعد كده لو عوضنا في اي معادله من دول هيديني ال VB. فانت عندك ال I1 اللي هي ب 2 في 12 زائد 2 هيطلع معاك 2 في 4 14 هيديك 28 فولت. لو انت عوضت هنا برضو هيديك نفس الحاجه. الجو فظيع. قيمه ال R احنا جبناها ب 2 اوم. السؤال رقم 3، ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر؟ إذا استبدلنا الـ R بمقاومة أخرى أكبر منها في القيمة بإهمال المقاومة الداخلية للمصدر. طيب لو أنت أهملت المقاومة الداخلية للمصدر الـ R بتساوي صفر، فأنت عندك فرق الجهد بين قطبي البطارية بيساوي الـ VB، وبالتالي سواء استبدلت المقاومة دي بمقاومة أصغر أو أكبر كده كده فرق الجهد بين قطبي البطارية مش هيتغير. اللي هيتغير هنا هو التيار اللي ماشي في الدائرة، وبالتالي هنا لا تتغير. ولكن ده سؤال تاني بقى، لو الـ R لا تساوي الصفر، المقاومة الداخلية لا تساوي الصفر، وأنت استبدلت المقاومة R بمقاومة أخرى أكبر منها في القيمة، فأنت عندك المقاومة الكلية هتزيد وبالتالي التيار الكلي هيقل، ولما التيار الكلي يقل الـ VB هيزيد، سوري الـ V هيزيد. يبقى تاني كده، في حالة إن المقاومة الداخلية بصفر فرق الجهد بين قطبي البطارية بيساوي قوة الدفع وبالتالي مش هيتغير. ولكن لو المقاومة الداخلية لا تساوي صفر، فأنت عندك لما تزود المقاومة الخارجية المقاومة الكلية هتزيد، لما المقاومة الكلية تزيد التيار الكلي هيقل، لما التيار الكلي يقل فرق الجهد بين قطبي البطارية بيزيد، لأن فرق الجهد بين قطبي البطارية بيساوي الـ VB ناقص الـ I في الـ R، وبالتالي ده لما يقل فأنت عندك الـ V هتزيد. في السؤال السابق، ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر إذا استبدلنا R بمقاومة أخرى أكبر منها في القيمة بفرض أن مقاومة المصدر اللي تساوي الصفر؟ خلاص إحنا قلنا هنا إن هي تزداد. 5، ماذا يحدث لقراءة الأميتر عند غلق الكي؟ طيب لو أنت غلقت الكي إيه اللي هيحصل؟ قبل غلق المفتاح كان عندك الدائرة بالشكل ده، وبالتالي كان عندي المقاومة الكلية اللي في الدائرة بتساوي 3 أوم زائد 3 أوم هيديك 6 أوم.
لما تغلق المفتاح فانت وصلت المقاومة 3 اوم على التوازي مع سلك، فالمقاومة دي هتتلغي وبالتالي المقاومة بتاعتك هتبقى 3 اوم بس. لاحظ هنا ان مفيش مقاومة داخلية وبالتالي المقاومة الكلية اللي في الدائرة قلت للنصف وبالتالي التيار الكلي اللي في الدائرة هيزيد للضعف، وبالتالي هنا تزداد للضعف. 6، في السؤال السابق ماذا يحدث لقراءة الأميتر عند غلق الكي بفرض ان المقاومة الداخلية لا تساوي الصفر؟ طيب في حالة بقى ان المقاومة الداخلية لا تساوي الصفر، يعني هنا في مقاومة داخلية، في الحالة الأولى قبل غلق المفتاح المقاومة الكلية هتبقى 6 زائد المقاومة الداخلية، وبعد غلق المفتاح هتبقى 3 زائد المقاومة الداخلية. لاحظ هنا إن المقاومة الكلية هتقل، ولكن المقاومة الكلية مش هتقل للنصف زي الحالة الأولى، وبالتالي التيار الكلي هيزيد ولكن التيار الكلي مش هيزيد للضعف. فهمت الفرق ما بين السؤالين؟ في الحالة الأولى مفيش مقاومة داخلية، وبالتالي المقاومة هنا قلت من 6 ل 3، يعني قلت للنصف، وبالتالي التيار الكلي زاد للضعف. بينما في الحالة الثانية في مقاومة داخلية، وبالتالي المقاومة هتقل ولكنها مش هتقل للنصف، وبالتالي التيار هيزيد ولكنه مش هيزيد للضعف. وبالتالي هنا هنقول تزداد فقط. هنا كانت تزداد للضعف لأنها النسبة معروفة. ده الفرق ما بين السؤالين. السؤال رقم 7، ماذا يحدث لقراءة الـ A عند غلق الـ K بإهمال المقاومة الداخلية للمصدر؟ طيب الـ A اللي هو قراءة الأميتر، قراءة الأميتر اللي هو التيار اللي ماشي في المقاومة اللي تحت دي سموه I1. لو انت اهملت المقاومة الداخلية للمصدر ففرق الجهد ده هو نفس القوة الدفع، وبالتالي اغلقت المفتاح او فتحته مش هتفرق معايا في حاجة، كده كده فرق الجهد على المقاومة R هو نفس القوة الدفع، وبالتالي قراءة الأميتر لن تتغير. بينما هنا لو انت هنا عندك المقاومة الداخلية للمصدر لا تساوي الصفر، يعني هنا في مقاومة داخلية، لو انت غلقت المفتاح ده ايه اللي هيحصل؟ لو انت غلقت المفتاح فانت وصلت مقاومة اللي هي الار دي على التوازي مع المقاومة اللي تحت اللي هي الار، وبالتالي المقاومة الكلية اللي في الدائرة هتقل، وبالتالي التيار الكلي اللي طالع من البطارية هيزيد، وبالتالي فرق الجهد بين قطبي البطارية اللي هو ده بيساوي الفي بي ناقص الاي في الار، لما التيار يزيد الفي هيقل، وبالتالي فرق الجهد ما بين قطبي البطارية قل اللي هو نفسه فرق الجهد على المقاومة R، وبالتالي شدة التيار هنا هتقل، وبالتالي قراءة الأميتر تقل. لازم تبقى عارف الفرق ما بين الحاجات دي. السؤال رقم 9، ما نسبة شدة التيار الكلي المار في الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل أ إلى شدة التيار الكلي المار في الدائرة الكهربائية الموضحة في الشكل ب؟ عايزين الأي أ إلى الأي ب. طيب أنا عندي شدة التيار بتساوي الفي بي على الأر توتال. هتلاحظ هنا ان القوة الدافعة متساوية في الحالتين، وبالتالي الاي بيتناسب عكسيا مع الار توتال، وبالتالي هنا هتبقى ار توتال ب على ار توتال الف، وبالتالي انا محتاج اجيب هنا الار توتال الف والار توتال ب. طيب هنا في الدالة دي ما بين النقطتين دول عندي مقاومة 2.5 على التوازي مع مقاومة 3.5، والمقاومة المكافئة ما بين النقطتين دول على التوالي مع 1.5، وبالتالي هنا الار توتال الف بتساوي 2.5 توازي مع 3.5 زائد المقاومه 1.5. 2.5 على التوازي مع 3.5 هتبقى 2.5 في 3.5 على 6، تجمعها على 1.5 هيطلع معاك 71 على 24. نيجي للدائره دي، المقاومه هنا عبارة عن الاتنين دول متوصلين توالي، وبالتالي 2.5 و1.5 ب4، والمقاومة دي على التوازي مع المقاومة 3.5، وبالتالي 4 في 3.5 على 4 زائد 3.5، فيطلع معاك 28 على 15. نيجي بعد كده R total B اللي هي 28 على 15 على ار توتال الف اللي هي 71 على ال 24 هيساوي 224
على 355. السؤال رقم 10، يوجد مصباح مقاومته 3 اوم في الدائرة الموضحة، يمكن أن يتحمل تيار شدته القصوى 5 أمبير، يبقى أقصى تيار بيتحمله I maximum بيساوي 5 أمبير، فإن أدنى قيمة لازمة للـ R لكي لا يتلف المصباح تساوي. لاحظ هنا إن هو بيقول لك أدنى قيمة، ليه؟ لأن كل ما بتقلل الـ R كل ما المقاومة الكلية هتقل وبالتالي التيار الكلي هيزيد، فإحنا هنا عايزين التيار ما يزيدش عن 5 أمبير. طب أعمل إيه؟ أحط التيار بـ5 أمبير وأجيب قيمة الـ R بس. وبالتالي عندي هنا الـ R total بتساوي 3 أوم زائد الـ R، ودي بتساوي 35 اللي هو قوة الدفع على 5، فيطلع معاك 7. يبقى دي أقل قيمة للمقاومة الكلية عشان التيار الكلي ما يزيدش عن 5 أمبير، وبالتالي الـ R بتساوي 7 ناقص 3 هيديك 4 أوم. السؤال رقم 11، في الدائرة الكهربائية الآتية قراءة الفولتميتر تساوي. قراءة الفولتميتر هو فرق الجهد ما بين النقطتين دول، أجيبه إزاي؟ لو أنت ركزت كده هتلاقيه إن هو عطيك إن قراءة الأميتر ده ب2 أمبير، يعني التيار اللي ماشي هنا في الفرع ده ب2 أمبير. التيار اللي هو الـ2 أمبير ده ماشي في المقاومة 4 و3 اللي هي 7. والمقاومة دي اللي هي 7 أوم متوصلة على التوازي مع المقاومة 6 أوم، مقاومتين متوصلين على التوازي، عارف التيار في إحداهم، فأقدر أجيب التيار اللي ماشي في التاني، وبالتالي هجيب التيار ده هنسميه I1. عندي في حاجة التوازي الـ I بيتناسب عكسيا مع الـ R، يبقى I1 على الـ I اللي ماشي هنا اللي هو 2 بيساوي المقاومة دي اللي هي 7، 3 و 4 7 على المقاومة دي اللي هي 6، وبالتالي I1 بتساوي 2 في 7 ب14 على 6 اللي هي 7 على 3 أمبير. نيجي بعد كده هنجيب التيار اللي ماشي هنا سماه I2. الـ I2 بتساوي التيار اللي هو الـ I1 زائد الـ 2 أمبير، 7 على 3 زائد 2 هيطلع معاك 6 على 3 و 7 على 3 6 و 7 13، وبالتالي اقدر اجيب فرق الجهد ده. يبقى انت عندك هنا الفي بيساوي التيار اللي ماشي اللي هو الاي 2 اللي هو 13 على 3 في المقاومه دي اللي هي ب 3 هيطلع معاك 13 فولت. رقم 12، في السؤال السابق القوه الدفع الكهربائيه للبطاريه تساوي. القوه الدفع الكهربائيه للبطاريه اللي هي الفي بي اللي هي نفسها فرق الجهد ما بين النقطتين دول. اقدر اجيب فرق الجهد ده باكتر من طريقه. فرق الجهد ده عباره عن فرق الجهد ده اللي احنا لسه جايبينه ب 13 زائد فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي، وده اقدر اجيبه برده. وبالتالي في بي بتساوي 13 زائد فرق الجهد ده اللي هو عباره عن 2 في المقاومه دي اللي هي 7، 2 في 7 ب 14 و13 ب 27 فولت. او ان انت كنت هتجيب المقاومه المكافئه لدول تضربها في التيار اللي هو الاي 2 هيديك برضو فرق الجهد ما بين النقطتين دول. 13، اذا كانت قراءه الفولتميتر تساوي 6 فولت احسب قيمه الار. قراءه الفولتميتر هي فرق الجهد ما بين النقطه دي والنقطه دي، بكام دي؟ ب 6 فولت. عايزين قيمه الار اللي هي فرق الجهد، قيمه المقاومه دي. طيب اعمل ايه هنا؟ لو انت ركزت كده هتلاقي ان انت عندك ما بين النقطة دي سميها اكس والنقطة دي اللي هي واي اللي هي نفسها النقطة دي واي، هتلاقي ان المقاومة 3 والمقاومة 6 الاتنين دول متوصلين على التوازي، 3 على التوازي مع ال 6 هيديك 2، وبالتالي ممكن ابسط الدايرة بتاعتي هلاقيها كده، عندك مقاومة هنا ب 2 اوم وادي البطارية، وادي عندي هنا ما بين الواي والاكس اللي هي دي في 6 و 3 ب 2، وعندك هنا ما بين الاكس والنقطة دي في 4، وعندي هنا ما بين الواي اللي هي نفسها النقطة دي اللي هي نفسها النقطة دي اللي هي نفسها النقطة دي والنقطة دي اللي هي نفسها النقطة دي في R.
في الحالة دي هو هنا بيقول لك إن فرق الجهد ما بين النقطتين دول بستة فولت. فرق الجهد ما بين النقطتين دول اللي هو نفس فرق الجهد ده اللي هو نفس فرق الجهد على الآر. عايزين بقى قيمة الآر. أجيب ده إزاي؟ قدامك أكتر من طريقة. يا إما هتجيب التيار الكلي إن أنت تقسم القوة الدافعة اللي هي ب 12 على المقاومة الكلية، فهتجيب التيار الكلي اللي هو هنا اللي هو الآي، وهتقدر تجيب إن أنت تقسم الستة فولت على المقاومة دي اللي هي 2 و4 بـ6، تجيب التيار هنا اللي هو 1 أمبير. بعد كده تطرح الواحد أمبير من الآي هيديك التيار اللي ماشي هنا، ومنها هتقدر تجيب قيمة الآر. الطريقة التانية إن أنت هتقدر تستخدم المعلومة بتاعت فرق الجهد دي تجيب منها الاي، يعني كله شبه بعضه. فتعال نحلها هنا. يبقى احنا هنا قلنا ان احنا عندنا مقاومة ار، وعندنا هنا 6، وعندنا هنا، وفرق الجهد ما بين النقطتين دول بستة فولت. لاحظ ان الستة فولت دي ده سالب موجب، التيار بتاعك هيمشي كده موجب سالب، وبرضو المقاومة الداخلية هيبقى موجب سالب، وبالتالي فرق الجهد اللي هو ستة فولت ده بيساوي القوة الدافعة اللي هي ب 12 ناقص الانخفاض في الجهد عبر المقاومة الداخلية اللي هو الاي في المقاومة دي زائد فرق الجهد ده، يعني اي في المقاومة 1 زائد المقاومة 2، لأن المقاومة الداخلية متوسعة على التوالي مع المقاومة دي. فكأن عندك كده بالظبط، كأن كده 2 أوم دي المقاومة 2، 1 أوم دي المقاومة الداخلية، وادي البطارية. سالب موجب، التيار ماشي كده موجب سالب موجب سالب، فهتجمع الاتنين دول تضربهم في التيار وتطرحهم من القوة الدافعة اللي هي ب 12، وبالتالي هنا أقدر أجيب الأي. هتجيب ده هنا بالموجب وتجيب ده هنا بالسالب، 12 ناقص 6 ب 6 تقسمها على 3 هيطلع معاك 2 أمبير. احنا قلنا لو قسمنا 6 فولت على المقاومة دي هيدينا التيار اللي ماشي هنا بواحد أمبير، والتيار الكلي ب 2 يبقى التيار هنا بواحد أمبير. مقاومتين متصلتين على التوازي، التيار اللي فوق متساوي يبقى المقاومات متساوية، وبالتالي الآر بتساوي 6 أوم. كنت ممكن تجيب المقاومة دي بإن أنت بعد ما جبت التيار هتقسم القوة الدافعة اللي هي 12 على التيار الكلي اللي هو ب 2، 12 على 2 هيديك 6 او، وتجيب المقاومة الكلية وتساويهم ببعض هتقدر تجيب الار. السؤال 14، قراءة الفولتميتر في تساوي. قراءة الفولتميتر في هي فرق الجهد ما بين النقطتين دول. اجيبها ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده ان انت هتفترض اي نقطة في دول هي الموجبة والنقطة التانية هتبقى سالبة، وبعد كده تروح من الموجب للسالب. هنفترض مثلا ان النقطة دي 1 والنقطة دي 2، وهفترض ان دي موجب ودي سالب. ايا كان ده صح ولا غلط، الفرق كده كده مش هيفرق في القيمة في حاجة. تاني حاجة ان انا هجيب شدة التيار اللي ماشي في الدايرة. انت عندك الله اكبر الله اكبر سالب موجب موجب سالب، وبالتالي الاتنين دول عكسي، التيار هيمشي كده. الاي بيساوي 10 ناقص 8 ب 2، المقاومة الكلية 8 و12 ب 20، فيطلع معاك 1 من 10 أمبير. نيجي بعد كده عشان تجيب فرق الجهد ما بين النقطتين دول، أنا افترضت إن ده موجب وده سالب، وبالتالي هيبقى في 1 2 بيساوي، وأنا رايح من الواحد للاتنين أروح كده أو أروح كده. لو رحت كده 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 أنت رايح من الموجب للسالب، فأي حاجة هتقابلك موجب سالب هتاخدها بالموجب، سالب موجب هتاخدها بالسالب. وانا رايح كده هلاقي ان انا عندي موجب سالب هاخدها بالموجب 8، التيار اللي ماشي في الدايره عندي ماشي كده فده هيبقى موجب سالب، وبالتالي 8 في التيار اللي عندك 1 من 10، فيطلع معاك 8 و8 من 10 فولت. كده الفرد بتاعنا صح ان ده موجب وده سالب، والقيمه بتاعت فرق الجهد ب 8 و8 من 10. طيب لو انت رحت العكس، في 1 2 بيساوي، وانت ماشي كده هتلاقي ان انت عندك موجب سالب هتاخدها بالموجب. طيب بالنسبه للمقاومه دي فرق الجهد بين طرفيها، انت ماشي كده يعني رايح من السالب للموجب لان التيار ماشي كده، فيبقى سالب 12 في
1/10، فيطلع برضو معاك 8.8 فولت. السؤال 15، قراءة الفولتميتر تساوي، انت عارف ان الفولتميتر نقدر نشيله من الدائرة، احنا الفولتميتر بيقيس فرق الجهد، وبالتالي تقدر تشيله، الدائرة بتاعتك هتبقى كده. وانا عايز اجيب فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي. لو انت ركزت كده هتلاقي ان المقاومة المكافأة الاتنين دول متصلة على التوازي مع سلك، وبالتالي التيار هيمشي هنا اللي هو باتنين امبير، وهينزل هنا ويطلع كده، ومفيش تيار هنا. طالما ان مفيش تيار هنا، يبقى الجهد بتاع النقطة دي هو نفس الجهد بتاع النقطة دي، هو نفس الجهد بتاع النقطة دي، لأن فرق الجهد ما بين أي نقطتين من دول بصفر، لأن مفيش تيار. وبالتالي النقطة دي هي نفسها النقطة دي، أو الجهد بتاع النقطة دي هو نفسه الجهد بتاع النقطة دي. وبالتالي فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي هو نفسه فرق الجهد ما بين النقطة دي والنقطة دي. وبالتالي فرق الجهد ما بين هنا وهنا هيساوي الاتنين أمبير ماشي في المقاومة بتسعة، وبالتالي هيبقى 2 في 9 هيطلع معاك 18 فولت. السؤال رقم 16، ماذا يحدث لقراءة الأميتر عند غلق المفتاح؟ طيب انت عندك هنا المقاومة الداخلية بصفر، قراءة الأميتر هي التيار اللي ماشي في المقاومة دي، فرق الجهد ما بين النقطتين دول بيساوي قوة الدفع اللي هي الفي بي، وبالتالي غلقت المفتاح فتحته كده كده فرق الجهد ده مش هيتغير، وبالتالي قراءة الأميتر لا تتغير. بينما لو انت عندك الار لا تساوي الصفر، فانت عندك لما تغلق المفتاح المقاومتين دول هيتوصلوا على التوازي مع بعض، المقاومة الكلية هتقل، التيار الكلي هيزيد، لما التيار الكلي يزيد فرق الجهد ما بين قطبي البطارية بيقل، اللي هو نفسه فرق الجهد بين طرفي المقاومة 4، وبالتالي شدة التيار كانت هتقل. السؤال 17، في الدائرة الكهربائية الموضحة، ما النسبة بين قراءة الأميتر اللي هو التيار الكلي عندما يكون المفتاح مغلقا عند الموضع أ، وقراءته عندما يكون المفتاح مغلقا عند الموضع ب؟ هنا القوة الدافعة V أو VB، ومفيش مقاومة داخلية. طيب أنا عايز هنا أجيب قراءة الأميتر اللي هو شدة التيار الكلي أ على الأي ب، نفس القوة الدافعة، وبالتالي الاي بي تناسب اقسام مع الار توتال، يبقى الار توتال ب على الار توتال الف. الار توتال ب في حالة غلق المفتاح كده هتلاقي ان انت عندك المفتاح لما يتغلق كده المقاومة دي هتبقى مش متوصلة بحاجة، وبالتالي هيبقى الدائرة مفتوحة، ودي متوصلة على التوازي مع سلك، وبالتالي هتتلجي، وبالتالي في حالة الب المقاومة الكلية هتبقى بآر. طيب في حالة الألف المقاومة دي والمقاومة دي الاتنين على التوازي، والمكافأة ليهم على التوالي مع الآر، وبالتالي نص آر على التوالي مع الآر اللي هي 1/2 آر، وبالتالي 1/1.5 هي نفسها 2/3، وبالتالي 2/3 طبعا هو هنا 3/2 أو 2/3 المفروض تكون واضحة يعني، فالمفروض نعملها كده اي مثلا الف الى اي ب، وبالتالي هتبقى 2/3، او لو هي اي ب الى اي الف فهتبقى كده ب3/2، فدي او دي تنفع على حسب هي مكتوبة ازاي يعني، فهنخليها دي وتبقى كده اي الف على اي ب. طبعا في الامتحان بتبقى واضحة يعني الحاجات دي. ان شاء الله هنكمل في الفيديوهات الجاية. توفيق، والسلام عليكم.